روى الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم في أولها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فجعل الله تعالى هذين الاسمين في أول هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي هو الكامل في حياته جل وعلا، الذي لم يسبقه موت ولا يلحقه موت ولا فناء. والقيوم قالوا هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا أن يعيننا الله تعالى. ما تستطيع تأكل تشرب تمشي إلا بإعانة الله تعالى لك. ولذلك هو قائم بنفسه مقيم لغيره. وقال جل وعلا هنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بين الله تعالى صفاته العظيمة، وكأن الله تعالى يقول: يا عبادي اعرفوني، اعرفوا قدرتي، اعرفوا قوتي، اعرفوا سلطاني، اعرفوا قيامي بكم وبشؤونكم، يا عبادي اعرفوا عظمتي واعرفوا ملكي، حتى إذا مرضتم تستشفوني، وإذا افتقرتم تستغنوني، وإذا ضعفتم تستقون بي، وإذا ظلمتم تستنصرون بي، يا عبادي اعرفوني. فقال الله جل وعلا هنا: لا تأخذه سنة ولا نوم. إن أصابك الضر بالليل فادعه، فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وإن أصابك الظلم في النهار فادعه، فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. مهما كنت وعلى أي حال كنت، ادعو الله تعالى تضرعا وخيفة في كل شأنك وفي كل أمرك وفي كل أحوالك، فتجد الله تعالى أمامك ليس غافلا ولا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم، يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كيف إله ينام ويترك عباده؟ هب أن أحدا ظلم في الليل، من يدعو إن كان ربه نائما؟ هب أن أحدا ظلم في أي مكان وفي أي وقت، إن كان الرب ينام فمن ندعو وبمن نستغيث ونستجير عند كربتنا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، لأنه ما يحتاج جل وعلا أن ينام. وهو سبحانه وتعالى لا يمسه لغوب، لا يمسه تعب ولا نصب. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. وهو سبحانه وتعالى بيده الخير، يده منفقة جل وعلا. وفي حديث موسى عليه السلام أيضا أنه سأل الله تعالى، قال: يا ربي كيف لا تنام، كيف ما تنام؟ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن خذ بيديك قارورتين فاجعل فيهما ماء واحفظه. فأخذ موسى القارورتين وملأهما ماء وظل طوال الليل يحفظها حتى تعب وجهد وجلس، وبدأ يغالبه النوم والتعب وهو يقاوم حتى يحفظ الماء، حتى غلبه النوم ونام وخارت قواه وسقط الزجاج بين يديه وانكسر واندفق الماء. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن بيدي السماوات والأرض فكيف أنام؟ وهو جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، في الأرض. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.